أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إنشاء ممرات إنسانية آمنة بين مدينتي صنعاء والحديدة بالتعاون مع منظمة أوتشا. كانت القوات المشتركة للتحالف من هذا الجانب ومن هذا الإطار عملت مع منظمة الأوتشا في اليمن لإيجاد ممرات آمنة في الداخل اليمني لتحرك المساعدات الإنسانية، كذلك تنقلات المواطنين اليمنيين من وإلى صنعاء والحديدة. الهدف من إنشاء هذه الممرات لغرض تأمين الطرق الآمنة للتحركات الإنسانية بين صنعاء والحديدة. هناك ثلاث ممرات من خلال الدراسة التي تم وضعها.